على حدائق الجامعة الأردنية أقيم المهرجان السنوي للتراث العالمي والذي تنظمه الجامعة كل سنة. بطل يا بنت لقيت هاي الورقة بالقاعة، لا هي عربي ولا انجليزي، صرت ترجم لي اياها؟ اترجم لك اياها ليش لا؟ زين هذا الشعر يحتاج تترجم انا وشعار، بما انه ترجم شوف شنو ترجم. اي هذا يا محفوظة السلامة والبقي مكتوب احبك عن بعد، اعتقد هاي وحدة كتبتها هذا الكلام، يمكن تقصد على خوش شاب يعني، وهاي السالفة يعني مثل ما يعني من القافية احبك عن بعد. زين وراها شنو؟ ولا تخليني ما محتار، اقول وهذا شعر. زين خليني لا تخليني ما محتار، اعتذر اخوان طلعت القافية ولد الكاتب مو بنيه. حقيقة اليوم قيمة حفل التراث، حفل الجاليات في الجامعة الأردنية، وكان العراق من المشاركين الأقوياء في هذا الحفل السنوي، وبالحقيقة أن العراق لا يمكن تمثيله أو اختزاله في بضعة أمتار، ولكن إن العراق في قلوبنا ونحن نعكس ما نستطيع أن نعكسه من هذا البلد العظيم. إحنا هذا الإيفنت اللي مسوينه هذا عبارة عن جهد مبذول من بعض المتطوعين اللي الصراحة إنه جهد كبير قدموا الطلاب، جهدهم كان واضح وكبير وصراحة قدموا الكثير. شارك في المهرجان العديد من الطلاب الذين ينتمون إلى بلدان مختلفة، عرضوا تراثهم وحضارتهم، وكان أبرز المشاركين طلابنا العراقيين، حيث لقى الجناح العراقي إقبالاً منقطع النظير من زوار هذا المهرجان، نظراً للتراث العريق الذي يتمتع به العراق والتنوع الجميل في مكوناته، مما أكسبه خليطاً فسيفسائياً يسر الناظرين، وهذا ما عكسه أبناء الرافدين من الدارسين في الجامعة الأردنية. كإقليم كردستان أردنا بعض عادات تقاليدنا وبعض من الصورة من مدن الكردستانية من أربيل وسليماني ودهوك، وكمان بعض أمثال كردية مترجمة إلى عربية ودبكة كردية عددناها إن شاء الله نسويها. أقسم بسم الله الباقي وبلوعة قلب مشتاق، سأجوب كل الطرقات وأنادي بعد الصلوات، ارفع رأسك انت عراقي وعلى بوابات بلادي، أسمع صوتا كان ينادي ادخلوها بسلام آمنين، حين تراها اقرأ الناس والفلق واستعذ بالله من شر ما خلق. طبعا شيء رائع، هم أول مرة، هم أيضا الطلاب أول مرة يشاركون، طبعا روعة. ما أعرف شو أقول لك، الطلاب جدا ملتزمين، ومن اجتماعت وياهم قبل أسبوع أعطيتهم بس مجرد تعليمات بسيطة، لحق ملتزمين مثقفين، يعني جيل هذا طلع من العراق من زمان ومع هذا مثقفين نفسهم. هؤلاء هم العراقيون، هؤلاء أبناؤنا، العراق في قلوبنا أينما اقتربنا أينما رحنا، العراق بلد جمع كل المحبين، هؤلاء كرد وسنة وشيعة ومسيحيين بكل ما المسميات، ولكن تربطهم عراقية ووطنية واحدة. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.